عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة، لماذا أعود الآن لكتابة قصة حب؟ هل للحب رواية أخيرة؟ وهل بقي لإنسان هذا العصر وقت يضيعه في قراءة قصة حب رغم قسوة ظروفه الاقتصادية وأخبار الحروب من حوله والصراعات وجريه اللاهف وراء لقمة العيش وفرص الحياة النادرة وطغيان الآلة والاختناقات؟ ويأتي السؤال، هل للحب وجود؟ هل يحتاج الإنسان إلى صدر حنون يلقي عليه رأسه بعد عناء يوم طويل مليء بالمشاكل والهموم وكثرة تبديل الأقنعة على الوجوه؟